كان في بني إسرائيل ثلاثة رجال، أقرع وأبرص وأعمى، وكان الثلاثة غير راضين عما بهم، فأراد الله أن يختبرهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فقابل الأبرص. أي شيء أحب إليك وتتمناه؟ أتمنى أن تزول البقع التي في جلدي. وأي المال أحب إليك؟ أتمنى أن تكون عندي ناقة آكل لحمها وأشرب لبنها. يا الله يا الله، حمدا لله، لقد زالت البقع ولن ينفر الناس مني بعد اليوم. وهذه ناقة قوية. شكرا شكرا لك يا سيدي، بارك الله لك فيها. ما الذي تتمناه؟ أتمنى أن يكون لي شعر جميل. وأي المال أحب إليه؟ البقر، نعم البقر. إن شعري الآن جميل، سأغسله كل يوم وأصففه، وهذه البقرة ملكي أنا. شكرا شكرا لك يا سيدي، بارك الله لك فيها. وأنت ما الذي تتمناه؟ أتمنى أن يرد الله بصري فأرى الناس. وأي المال أحب إليك؟ الغنم، نعم الغنم. إنني أرى، إنني أرى، أراك يا سيدي وأرى الشاه. الحمد لله الحمد لله، بارك الله لك فيها. وكثر مال الثلاثة، وصار للأبرص واد من الإبل، وللأقرع واد من البقر، وللأعمى واد من الغنم. ما أراد الله أن يختبرهم، فأرسل إليهم الملك في صور كصورهم القديمة، فذهب إلى الرجل الذي كان أبرصا. يا سيدي، إني رجل فقير، ضللت الطريق، أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن أن تعطيني بعيرا واحدا. ماذا تريد أيها الأبرص؟ أريد بعيرا واحدا يا سيدي. يبدو أنك رأيت الوادي فطمعت، لكن الحقيقة التي لا تعرفها أنني فقير وديوني لا تعد ولا تحصى. وهيا هيا ابتعد عني، ابتعد عني حتى لا تعديني. لكن يا سيدي، أظن أنني قابلتك من قبل. لا لا، ألست أنت ذلك الرجل الذي كان أبرص فقيرا ينفر منه الناس ويبتعدون عنه، ثم شفاك الله وأعطاك من المال الكثير؟ كذبت كذبت، لقد ورثت المال عن آبائي وأجدادي، إنني غني ابن غني، ولم أكن أبرص من قبل. هيا ابتعد عني. إذا كنت كاذبا فستعود كما كنت أبرص فقيرا. أنا كنت أبرص فقيرا؟ كذبت كذبت. وذهب الملك في صورة أقرع إلى الرجل الذي كان أقرعا. يا سيدي، إنني رجل فقير، ضللت الطريق، أسألك بالله الذي أعطاك الشعر الحسن والمال الكثير أن تعطيني بقرة واحدة. بقرة بقرة، كنت أتمنى أن أعطيك، فأنا فقير،
فلا يخدعنك هذا البقر الكثير، فديوني أكثر أكثر. نعم ديوني كثيرة. ديونك كثيرة، لكن يا سيدي أظن أنني قابلتك من قبل. كذبت. ألست أنت ذلك الرجل الذي كان أقرع فقيرا؟ لا 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 لا، لقد ورثت المال عن آبائي وأجدادي، كما أنني لم أكن أقرع من قبل. إنك كاذب، ابتعد عني يا كذاب، هيا ابتعد. إذا كنت كاذبا فستعود أقرع فقيرا كما كنت من قبل. أنا كنت أقرع فقير، أنا كنت أقرع فقير أنا. وتوجه الملك إلى الرجل الذي كان أعمى في صورة رجل أعمى. يا سيدي إنني رجل فقير، ضللت الطريق ولا مال معي، أسألك بالله الذي أعطاك نعمة البصر والمال الكثير أن تعطيني شاة واحدة. مرحبا مرحبا، سأعطيك أفضل ما عندي، فالمال مال الله، ولقد كنت أعمى فرد الله بصري، وكنت فقيرا فمنحني المال الكثير، الحمد لله. بارك الله لك في مالك، حافظ عليه وجزاك الله خيرا. ما هذا البرص؟ وأين الإبل؟ لقد عدت كما كنت أبرص فقيرا. أين شعري؟ أين بقري؟ لقد عدت أقرع فقيرا كما كنت. وهكذا ابتلى الله الثلاثة، فسخط على الأقرع والأبرص لأنهما أنكرا نعمة الله وبخلا بها، ورضي الله عن الرجل الذي كان أعمى لأنه شكر الله على نعمه ولم يبخل بها.